كل حاجة في الدنيا، كل حاجة ينفع تشوفها حلو وينفع تشوفها وحش، ينفع تستخدمها صح وينفع تستخدمها غلط، ينفع تشوف فيها الخير وينفع تعمل بيها الشر. كل حاجة في الدنيا، حدث ولا حرج، طبق على كل حاجة في الدنيا. هتلاقي إن واحدة من الحاجات دي كمان هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ل90% من الناس اللي بيستخدموها ليل ونهار بيلعنوا فيها، لأنه بيقولوا هي سبب كل حاجة وحشة، وهي اللي عرفتنا بالحاجات، وهي اللي شهرت الناس اللي ما تستاهلش تتشهر. لكن كمان هنفضل مدينين بالفضل كمان للسوشيال ميديا، فإننا عرفتنا بأفكار حلوة جدا، وعرفتنا بناس كويسة جدا، وعرفتنا موهوبين أحيانا ظهروا وعرفناهم من خلال السوشيال ميديا. فأعتقد أنه زي ما بتشوف الحاجات وزي ما بتستخدمها زي ما بتلاقي منها. يمكن ده العنوان اللي أثلج صدور ناس كتير على مدار 48 ساعة اللي فاتوا، لما انتشر فيديو على السوشيال ميديا لحد مش عارفة أقول بقى إيه، المغني ولا الفنان ولا الصنايعي الشاطر ولا مش عارفة أوصفه أقول إيه، بس هو الأستاذ أحمد سالم اللي إحنا شفناه على مدار 48 ساعة بيغني. وأنا يعني قبل ما أقدم بس أحمد وقبل ما أرحب بيه كده في البرنامج، عايزة أقول لك أو عايزة أحكي مع حضراتكم كده، أنا اتفرجت على الفيديو الأول وهو من غير صوت. أنا 90% من الوقت أنا تليفوني عاملة الصوت مقفول تقريبا، فاتفرجت على الفيديو واحد بيشتغل بمزاج كده. اللي لفت نظري إن أنا أسمع الصوت إنه المزاج، الطريقة اللي هو حتى بيعمل بيها شغلانته الأصلية وهي النقاش. أعتقد اللي اتفرجوا على الفيديو مهتمين يشوفوه مرة كمان، واللي ما شافوهوش من فضلكم تعالوا نشوفوا. ونرجع معانا أحمد سالم الفنان الجديد أو الموهبة الجديدة اللي أظهرتها لينا السوشيال ميديا. يا ليل 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 يا ليل يا ليل يا ليل أنا كان لازم أتعاقب عشان راكب في قارب ماشي عكس الموج، ومهما تأزمت بيا حلل فيا عشان أصلا مشيت معه. ده أحمد سالم. أحب أقدم لكم أحمد سالم اللي ما اتفرجش على الفيديو أعتقد هيحب يشوف ويسمع الصوت اللي تفاصيله وقوته ونقاوته وتفاصيل الغنى المرتاح اللي بيتقال بسلاسة كده وكأنه أكثر المحترفين خلت ناس كتير تنتبه وتلتفت. مساء الخير أحمد سالم، وإحنا مبسوطين جدا أنك معنا في التلفزيون المصري في برنامج التاسعة. أهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه دينا، ازي حضرتك؟ احنا ازعجناك او حاجه ولا خلاص انت من امبارح ناس كتير بتزعجك؟ لا يا فندم، ده انا تحت امرك. الاول مبسوطين جدا انك معانا، واول حاجه عايز اسالك عليها أمي. انت بتغني من امتى؟ انا بغني من وانا عندي 8 سنين. بتغني لمين بقى؟ النوع ده من الطرب لمين؟ كنت بغني زمان أغاني للأستاذ حكيم، اللي هي الأغاني اللي كان فيها طرب. بس يعني في حاجات بعدها طلعت، فطبعا كل الواحد ما بيحفظ أغنية بينسى اللي بعدها. انت واصله لك؟ بس يعني حكيم يعني اللي هو الشعبي الحلو ده. البداية خالص ما كانش فيها الأستاذ حكيم في الشعب، يعني هو اللي كان اللي عامل ضجة في الوقت ده. يعني الكلام ده ممكن 98 او 99. انت عندك كام سنه يا احمد؟ انا عندي 32 سنه. يعني انت برضو لسه شاب يعني صاعد. انا مواليد 90. طيب انت كنت بتغني للفنان الكبير حكيم، يعني بتحب اللون الشعبي. الكلام ده من يعني بقول لحضرتك من 8 سنين. من 8 سنين يعني ده يعني انت بتحب الغنى من وانت صغير. سؤالي بقى دلوقتي بتغني شعبي، الشعبي اللي احنا نعرفه دلوقتي اتغير قوي، انت بتغني اللون ده ولا بتحب الطربي اكتر؟ في حاجات في الطرب وفي حاجات في الشعب بتعلم معايا حاجات، يعني في حاجات بسمعها بتعجبني ديت اللي انا مثلا بحاول ان انا اغنيها وكده يعني. انما الاكتر اللي بيديني راحه بال وبيديني مثلا بال طويل في الشغل وحاجه بقى تتعمل مثلا ببال رايق وكده الطرب.
الطرب فيه حنيه شويه. ده كان واضح من تعاملك مع الحيطه اللي قدامك. بص احنا مش راضيين نشيل الفيديو. انا اللي بهرني في غناك قد صوتك الحلو، قد جمال الصنعه والشطاره والروقان في الشغل. احنا من زمان مش بنشوف ناس بتشتغل بحب ده. قول لي تاثير الغنى على الشغل، بما انك بتغني وانت بتشتغل، صح كده؟ لا دي حاجه مزاج يعني، سبحان الله، ديت بتعمل كاريزما كده للواحد وهو شغال يعني. بتخليكي مثلا مش عايز اقول يعني، في حضرتك مثلا الواحده لما بالنسبه للواحده الست لما تكون بتطبخ، ايوه، بتبقى في واحده، الستات كلها شاطره في الطبيخ، بس في واحده بيبقى ليها نفس وليها مثلا حاجه طبيخها بيبقى طالع مثلا له طعم تاني وله شكل تاني. بالظبط، لانها مثلا موهوبه في حاجه بتلاقيها مثلا واقفه بتدندن، واقفه بتغني، واقفه هي لها علاقه برضك بالغنى. عارف يا احمد، انا مامتي وهي بتطبخ زمان كانت بتغني، صح يعني؟ صح. انا فاكره المنظر ده، فاهمه قصدك. مش شرط يكون صوتها حلو على فكره. ده حقيقي، بس المهم ان هي ايه، مبسوطه هي ان هي بتعمل الحاجه دي. وانت بتشوف ان انت بتطلع شغلك احلى لما تبقى بتغني ومزاجك رايق وبالك هي عامه بيبقى مود بقى، لما البني ادم بيبقى موده حلو والشغل اللي هو شغال فيه على هواه مبسوط بيه، انا حاسس ان هو عامل شغل كويس، فبتلاقيه هو من نفسه. انا عن نفسي كده، بتلاقيني انا من نفسي بجلجل بسلطن بقى كده، ودماغي حلوه كده، وعمال تفن. بص بقى والله. انت بتفن في الاثنين، انت بتفن في الشغل وفي الغنى. فانا عايز اسالك، من وانت عندك 8 سنين بتغني، وصنايعي شاطر كده بقى ما شاء الله عليك، فانت الناس اكيد بتشهد بشغلك. الحمد لله. ما حدش في مره قال لك يا عم ما تسيبك من نقاشه وروح غني، ده بيكسبوا ملايين؟ ما حدش قال لك الفكره دي بس عشان ان موضوع الغنى بالذات اللون الشعبي ده حلو ومطلوب وهو عمال يكسر الدنيا، وناس بصراحه صوتها مش حلو يعني؟ بص انا عشان اكون صريح مع حضرتك، هو فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده اتقال، بس مش ليا بقى، هو اتقال لوالدي، لان انا والدي نقاش برضك وانا كنت شغال معاه. فهو دايما كان خايف عليا، انا ولد بعد 3 بنات. تمام، ولي اخ بس ده جه بعد مني ب 13 سنه. فالفكره كانت مع والدي ان انا يعتبر ايه الغالي برضه، الولد اللي بعد 3 بنات، اللي ما ينفعش يبقى في الشارع، اللي ما ينفعش يروح، اللي ما ينفعش يجي، اللي دايما يبقى تحت عينيا يعني. خايف عليك. اللي هو خايف عليا. النهارده بقى يا احمد، في حاجه اتغيرت يعني بعد ما شفت استقبال القريب يعني اكيد قبل كده من فتره قصيره الناس ما عارفك، بس اللي يعرفوا انك بتغني. أيوه. النهارده مصر كلها معجبه بصوتك. تفكر في الحكايه دي؟ الحمد لله، الحمد لله، طبعا لازم انا افكر. لازم انا افكر فيها طبعا. حد تواصل معاك؟ انا سامعه ان في حد يعني تواصل معاك من الفنانين. رامي اتواصل معايا، الاستاذ رامي جمال اتواصل معايا، والشاعر محمد حسن. هو طبعا ده يعتبر هو صاحب الشو اللي حصل ده كله، انا بشكره من خلال البرنامج. لان هو اول واحد، الاستاذ عمرو حسن. الاستاذ الشاعر عمرو حسن اول واحد حط الفيديو بتاعك. ده جميل، جمال ده. انت ليك فيديوهات كتير، احنا اكتشفنا انت عندك قناه على اليوتيوب بقى يا احمد. احمد هستاذنك، لو انت التلفزيون مفتوح قدامك من فضلك وطي صوت شويه، احنا سامعينك كويس بس عايزين ناس كمان تسمعك. انت عندك قناه على اليوتيوب قلت لي، صح كده؟ الصوت بيقطع عندك يا احمد، بعد اذنك لو تقدر تتحرك جنب الشباك او حاجه. طيب هنحاول نكلم، خليك معانا، خليك معانا احمد، اتحرك بس جنب الشباك لو تقدر. احمد بيقول لنا دلوقتي عن قناته اللي على اليوتيوب، بيقول قناه بسيطه على اليوتيوب. انا هو بوعدك انها مش هتبقى بسيطه ولا حاجه، وانها تبقى قناه كبيره ومهمه، وان احنا هنقعد كلنا ندور دلوقتي على القناه بتاعتك وهنسمع غناك الحلو. وزي ما ناس تواصلت معاك من امبارح واحنا النهارده وغيرنا كتير هيكمل، نفسك تعمل ايه لو ربنا كتب لك زي ما هو كتب لك فعلا كده انك تتعرف وتتحب والناس تهتم بيك، تحب تغني في سكه ايه؟ انا احب اغني في السكه اللي انا كنت مغني فيها يعني، نفسي اعمل حاجه تفضل موجوده للناس بصراحة يعني. أنا انتهيت، ما انتهتش، تفضل حاجتي دي موجودة. زي مثلا أنا طبعا مش عمري ما هوصل للناس دي طبعا، لأن الناس ديت قامة طبعا،
بس انا نفسي اعمل حاجه اللون ده، يعني مثلا ست ورده، مثلا استاذه نجاة، حاجه زي زي الاغاني ديت اللي هي التراث دي. انا نفسي حاجه بتاعتي تبقى تراث، نفسي بصراحه. اه الله، يعني زي انت واضح انك بتحب تغني تراث، فعايز تعمل تراث جديد يعني يعني نفسي مثلا الاجيال اللي هتيجي بعدي تسمع بقى. وبعد بعدي تفضل فاكره ان كان في مثلا مطربين اه بيغنوا طرب وصوت كويس واغانيهم موجوده هي على الساحه، هو صوت كويس قوي قوي زي قوي. زي الاصوات اللي احنا لسه بنغنيها. يعني اه حضرتك هي ورده الجزائريه بقى لها كام سنه بتغني الاغنيه دي وما زالت معلمه فينا احنا كشباب، يعني احنا لسه كشباب صغيرين معلمه معانا. واغاني استاذه الست ام كلثوم برضو معلمه معانا، مع انها ممكن تكون من الخمسينات ومن الاربعينات. اه الناس اللي انت بعد ما هي يعني فارقت الحياه بسنين اتولدوا فلسه هي دي بيغنوا. هي دي اللي ده الموضوع فرق معايا من كده، يعني نفسي اعمل حاجه تفضل كده موجوده على الساحه. طب انت تفاصيل اللي تواصل معاك لحد دلوقتي، مثلا الفنان رامي جمال، الفنان هل رامي جمال، عرض عليك غنوه معينه، اتفقتوا فعلا على حاجه ولا بس كانت تعارف؟ احنا اتفقنا على مقابله، يعني هو كل اللي دار الحوار كله اللي بينا ان احنا اتفقنا على مقابله بس، ان شاء الله حلو هنتقابل حلو. وهيبقى بقى في كلام، يعني هنتكلم مع بعض ونشوف، الله المستعان. يعني حلو، واختار والفنان رامي جمال يعني كمان ملحن موهوب، اختار كلامك بقى واقعد تمام. كده ونقي واعمل اللي انت نفسك فيه من اول السكه، احنا متحمسين. قولي احمد، انت متجوز؟ انا متجوز ومعايا طفلين. طيب احكي لي بقى مراتك بقى والولاد والعيله لما حصلت الشهره اللي فجاه بتاعت امبارح واول دي. انا عايز اقول لك ان حضرتك، انا مراتي دلوقتي شغاله يعتبر مديرية اعمالي، هي اللي بترد على الله، التليفونات. خلاص بقى. خلاص هي لحقت الوظيفه الاهم يعني هي دلوقتي. دلوقتي بسم الله ما شاء الله قايمه بوظيفه كبيره بصراحه. ايوه طبعا. يعني انا مش قادر اقول لك هي بيحصل فيها ايه دلوقتي من كميه التليفونات اللي نازله عليها. والله طبعا طبعا الناس كلها خير وبركه وعلى راسي. يعني تستاهل يا احمد، الله يديك واحنا الصحه عارف يا فندم. مبسوطين بيك حبه زياده ليه؟ عشان احنا احبطنا من ناس تانية اتشهروا، وبصراحه كده اتشهروا على الفاضي وعلى حاجات تافهه. الحمد لله يا فندم، احنا والله ده كل واحد بياخد نصيبه. يعني الحمد لله فيديو سنة احنا ونص ويجي دلوقتي يتشهر، فيعني ده كرم كبير من ربنا. يعني الحمد لله. انت بتعمل فيديوهاتك على اليوتيوب من سنة ونص؟ الفيديو ده بقاله سنة ونص حضرتك انا نشره على اليوتيوب. كل حاجة ليها وقت، كل حاجة طب ليها وقت. سبحان الله، كل حاجة لها وقت وليها ساعة، الحمد طب لله. ده كرم. احنا بقى بما انك انت بتغني كده وبتتسلطن وانت عادي قاعد بتشتغل، فاحنا متوقعين دلوقتي ان الجمهور اللي بيسمعنا يتسلطن برضو لما يسمعك بتغني حاجة على الهوا. تحت امرك يا جاهز فندم. يعني، ولا هتعمل لنا زي المشاهير اللي يقول لك صوتي مش هينفع في التليفون؟ لا لا انا يلا تحت بينا امرك، انا تحت يلا امرك، ما بينا فيش اي مشكله. شوف حضرتك عايزين اغني ايه وانا على اللي ذوقك. عايزه. انا احب اسمع وانبسط على ذوقك، اتفضل. تمام. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له احوال كتير وحبكم أقوى بكتير، الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، لأن ده الحب الكبير اللي مفيش إزاي. وليه لو تعرفوا. الله ينور، والله الله يديك الصحة يبارك، يا فندم. والله يزيد يا احمد. ربنا مبسوط يعزك يا فندم، يعني بص متشكر جدا ليك. انا سعيده ان انت بتغني كلام حلو
وبما انه بقى شاعر عمرو حسن وهو كمان شاعر متميز جدا، هو اللي اطلق لينا الصوت الحلو ده، فوصيتنا بس وطلبنا الوحيد ليك اختار كلام حلو طول الوقت كده يليق بصوتك. ان شاء الله يا فندم والله ان شاء شكرا الله. يا احمد وكل التوفيق يا رب، ويا رب اتشرفت بيكم الشهره والنجاح والخير تبقى بتروح لاصحابها، وسلم لي على مديره اعمالك بقى. ماشي يا فندم. كل الشكر ليك يا احمد. ميرسي. حاجه تفرح وحاجه تبسط، وصدقوني حاجة تعدل الموازين المقلوبة. الموازين المقلوبة اللي بيقولك إنه الشغلانة البسيطة دي في ناس تتكسف من شغلها وما تقولش هي بتشتغل إيه. بصوا الجمال واللطافة والتصالح والحب للشغل يطلع يعمل شغل عامل إزاي. يعني صدقوني تاني بكرر، أحمد سالم اللي ميزه واللي خلانا حتى ننتبه لصوته هي شغلته أو مهنته والطريقة اللي بيحب بيها شغله. افتكر كده في يومك كم مره شفت واحد بيشتغل شغلانه وهو كارهها ومش طايق نفسه ومش طايق اللي حواليه وبيعملها وحش. احنا تعبنا من النماذج دي، وصدقوني اذا كان في فرصه لحاجه ايجابيه تطلع وتتشاف وتتحب فهو دلوقتي، لان كلنا اعتقد تشبعنا وزهقنا، زهقنا من اغاني وحشه ومن مزيكا وحشه ومن اصوات وحشه ومن تصريحات وحشه ومن شغل وحش. احمد بقى فرحنا بقى عشان هو مجمع عكس كل ده على طول الخط. كل التوفيق يا رب لكل الموهوبين.